شنو غنوجد الفطور لامي واختي والمرحاطه ديال مرت با. مرت با يا خوتي مرت با، شعري شوك ووك، ما عرفت ما ندير، ما عرفت ما ندير. خليو لي شي حاجه في التعليق شوفونا شنو غندير. دروك غنبدا معاكم بالكيكه الاقتصاديه، كلشي غنوجدو اقتصادي على قد الجيب ديالي اخوتي، على قد الجيب ديالي. ما غنبان ما غن... اول مره تفكراتني مسكينه، تفكراتني وبغات تلاقى مع امي. العافيه غتشعل العافيه. يلا ودابا بعدا نبداو بالكيكه ومن بعد نشوفوا شنو غندير. ماما انت شكون اللي قلتي تجي عندنا؟ واش تجي مرات جدي؟ اه هذاك الشيء اللي قلت لك الصباح ملي نوضت غنمشي للمدرسه. ناري ناري زدت نوض الحيحه. غتنوض الحيحه واش غنديروا؟ لا معليش يسر بيسر بيوجد الحوايج. انا كنوجد غنوجد الفطور. واش غندير الفطور؟ ندير حلوه. انا حلوه لا حلوه، ما غنوجد فطور اقتصادي على قدي. ايوا صافي انا غادي للمدرسه. انا وجدت الفطور وصافي سير الله يعافيك. ندير الحوايج زوينين صافي واخا. ناري ناري كحلت علينا صداع. ويت تلاقى الدره مع درته. غادي نوجد واحد الفطور اقتصادي وغادي نتقاسمو معاكم. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا ربي. اليوم غادي ندير لكم فيديو مختلف، فيديو روتيني. اليوم غادي نجمع فيه الكوزينه ونجمع فيه الدار ديالي، لان جايين عندي شي ضيوف سبيسيال عمرهم ما جاو عندي. وغادي نتقاسم معكم اليوم مع كاع داكشي اللي غادي نحضر الفطور. شي حاجه سهله ماهله تقدروا تحضروها في الزربه، وما غاديش نحضر شويه ديال المسمن، شويه ديال الخبز، شويه ديال واحد شي كيكه وطاطا وصافي. ما عنديش الحلوه، ما غنحط حلوه، ما مولاي بي زيت الزيتون والزيت والعسل وكل شيء غادي تشوفوا. غنقول لكم دابا عرفتوا راني معصبه. نتمنى تكونوا دابا. يلا بينا نشوفوا شنو غادي نحضروا اليوم. قشور الليمون ديال البرتقاله، 70 غرام ديال السكر، 70 مليلتر ديال زيت الزيتون، نص كاس ديال عصير ليمون ديال البرتقال، جوج ديال البيضات. نخلطو كلشي مزيان بالخلاط اليدوي او الخلاط الكهرباء، نتوما اللي قدرتو عليه ديرو. انا غنخلط اليوم بالخلاط اليدوي هكا، عطيو الطاق. خلط وجلط وخلط وجلط. عندي زلافه ديال الدقيق على حسب الخليط، فيها 300 غرام، والدقيق دائما على حسب الخليط. الدقيق فقط شاط ليا معلقه، يعني 300 غرام. غنديروا 15 غرام ديال خميره الحلوه، الخميره ديال الحلوه 15 غرام. انا عندي اللاطه بالمعلقه صغيره كنعرف بلي راه درت 15 غرام. قبصه ديال ابو كربوناتو، قبصه فقط بحال. دهنت المول ديالي بالزبده ودرت ليه شويه ديال الدقيق، داك المعلقه اللي شاط ليا، وغادي نفرغ فيه الخليط ديالنا. تيجي على هذا الشكل هذا، ها نتوما شوفوا. الا بغيتوا الكيك ديالكم يطلع او الكيكه تطلع مفشفشه ومنفوخه وزوينه وتطلع عندها واحد مختلفه على الكيكات، غطيوها 15 دقيقه وعاد دخلوها الفران سخون على 180 وخليوه حتى طيب، وكل واحد على حساب الفران اللي عنده. دابا غنمشيو نحضر حاجه اخرى معاكم. دابا غادي نحضر معاكم شويه ديال المسمن، ساهل ماهل وكيجي مهشش ومرشش كما كنقول انا. بسم الله. كل واحد وغادي يدير الدقيق على حساب داكشي اللي بغا هو يخبز. انا غندير هنايا واحد 800 غرام. هنايا غادي ندير معلقه ديال خميره الحلوه في المسمن، غنزيد عليها جوج معالق ديال زيت الزيتون فوق الدقيق، ونزيد شويه ديال الملحه، الملحه دائما على حسب الذوق، ونخلطو نعجنو. انتما غادي تشوفوا نخلطو العجينه ديالنا مزيان بالماء دافي وبلا ما نحتاجو نبقاو ندلكو فيه، غير نخلطو ونجمعو مزيان حتى ما تيبقاش لنا بلا راه دقيق هكذا محبب او محجر كما كنقولوا. نجمعو وندلكو بحال هكا. انا كنعجن العجينه غير بيد وحده في البانيو، عندي القصريه ولكن انا كيعجبني بحال هكا. هانتوما دغيا دغيا كنجمعو العجينه، ما كتلصق ما والو. هانتوما شفتو ملي تعجنو العجينه ديالكم ديال المسمن، غادي تاخدو بلاستيكه ديال الكونجيلي اللي كنديرو فيها اللحم ونديرو فيها داكشي في الكونجيلاتور، وغادي تهزوها بحال هكا. هاهي شفتوها، ديروها في الميكا وتغطيوها، تحطوها في البانيو وتخليوها 20 دقيقه او نص ساعه تبداو تقرصوا باش تسمنوا. ودابا بديت كنصايب في المسمن. ها نتوما بغيت نتقاسموا معاكم المسمن بلا دليك بلا عليك، كيجي زوين. درت مربعات
درست وقطعته مربعات ودرت فيه لداخل شويه ديال السميده. ها نتوما شوفوا واش كيف كيجي. ها صافي. وكنطيب انا دائما كنطيب المسمن في البلانشه، قلت غنتقاسم معكم شويه. ها نتوما باش تشوفوا كيجي زوين، كيجي مهشرش ومرشرش كما قلت لكم بدون ما تحتاجوا تدلكوه، غير بيد وحده في البانيو تجمعوه ديروه في البلاستيك، وحتى ملي تقرصوه او تقطعوه هكا وديروه مربعات تغطيوه بالبلاستيك. هذاك البلاستيك هو سر ديالو اللي كيخليه مدلوك ومعلوك وكيجي مشفنش. هنايا معاكم دابا غادي نحضر الخبز. انا كنعجن دائما في البانيو، واخا عندي القصريات تنعجن في البانيو، كتجيني سهله والعجينه كتجي مشفنجه والخبز ديالي كيجي زوين. راني تقاسمته معاكم شحال مره. عندي هنايا 600 غرام ديال الطحين اللي هو حتى هو يا قمح ماشي فورس، حنا هنايا تنشيو القمح هادشي اللي كاين. وعندي هذا الدقيق الكامل اللي فيه النخاله، بالنخاله ديالو كندير منه حتى هو شويه، حتى هو تندير منه واحد 200 غرام باش يجي الخبز. هانتوما غادي تشوفوا في الاخر مشفنش وتيجي زوين وصحي. نزيد عليه نص معلقه كبيره او معلقه صغيره ديال السكر فقط. وهنايا غادي نديرو 12 غرام، هذه فيها 7 غرام، غنزيد نص ديال هذه، غنديرو 12 غرام ديال خميره الخبز. نفعل فيا الخميره غادي نزيد عليها 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وغنخلي وحده باش نجمع بها العجينه من بعد. نبداو نخلطوا العجينه ديالنا والملحه حتى تنخلط حتى نجمع العجينه. عاده كندير الملح دغيا دغيا، في 10 ديال الدقائق كتخمر ليا. دابا عجنت العجينه وساليتها هكذا تخرج من الشفنجه. هانتوما غادي نغطيها بالسلوفان البلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى تخمر ونرجع معاكم. ودابا خمرت ليا العجينه ديالي ديال الخبز اللي انا درت. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. غادي نبدا نقرصها، درت شويه ديال الطحين او الدقيق الكامل، ودرت شويه ديال الزرارع هكا فيهم كلشي، فيهم حبوب الشيه، الجنجلان، زريعة الكتان، الزريعه، فيهم كلشي. وغادي نقرص بهم خبيزات صغار. غادي نلويو العجينه هكذا نكوروها بلا ما نحطوها في الدقيق اللي هي اللي غادي نديرو فيها الزرارع، وغادي نحطوها ديريكت فوق الزرارع باش يلصقوا وما يتحتوش بحال هكا. وغادي نديها نقرصها في اللاطا او الطاوه ديال الفران، من بعد غادي نرجع معكم اللي غنكملهم كاملين. المهم البنات انا وجدت الطابله وجلست انا الاولى كنتسناهم، هما قرابين حدا الباب، الوالده راه هي غضبان عليه وهما راهم كيتسناو وانا كنتسناهم، هما قرابين عيطوا عليا في التليفون. المهم نتمنى هادشي، المهم هادشي على قد على قد الاستطاعه ديالي، نتمنى هادشي هذا يعجبهم. المهم وجدتي المسمن، الكيكه ديال البرتقال اللي تقاسم معاكم الوصفه ديالها، الخبز كذلك والمثال، المسمن، شويه ديال الكرواسه، الزيت والعسل والقرعه ديال العسل الزيت هكا وصافي. كنت بغيت ندير العصير وانا نقول علاش باغي ندير العصير، غنشربو اتاي ومن بعد غادي ندير شويه ديال العصير ولا القهوه ولا داكشي اللي كاين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم، ديروا بارطاج، ديروا بارطاج باش تشوفوا مرت البو واش تو كدير. قربت لكم الكاميرا حتى المائده ديال الافطار. ها نتوما وجدت شويه ديال المسمن صحي، مسمن زوين. وجدت اتاي، اتاي بالشيبه الحبيبه، شويه ديال الكرواسون، هذه هي الكيكه اللي انا تقصت معكم، هي كتفتت غير وحده، جات زوينه، جات مهشه ومرشرشه كما قلت لكم. الخبز سخون على الصباح يا سلام، والزيت والعسل وصافي الله يخلي. المهم داكشي انا هكا كنفطر، الفطور ديالي هكا صحي. بعض الاحيان كيعجبني ندير داك الفطور الثقيل على القلب، يعني بحال تغديتي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي اليوم اللي انا غادي نتقاسم معاكم وصافي. المهم كنت بغيت ندير البيض مسلوق داكشي كله، قلت بلاش من بعد غادي نديروا الفطور الثاني ان شاء الله. هذا غير الفطور الاول، دابا راه 8 ونص ديال الصباح وحنا وجدنا كلشي نايض اختكم مع الفجر. يلا يلا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو حتى المره اخرى، وديروا بارطاج، وشكرا للدعم ديالكم، ودعمونا وشجعونا باش نزيدوا القدام.